مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الذكرى العشرين لغزو العراق والذي أصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا بشأنه، ينضم إلينا في الاستوديو الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية العقيد لكم حاتم الفلاحي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. وعبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله. نبدأ معكم دكتور، أصدرتم بيانا في الذكرى العشرين للغزو والعدوان الأمريكي البريطاني على العراق، كيف تجمل تأثيرات الغزو على حياة العراقيين ولو أن ساعات وأيام طويلة لم تكفي لشرح ما وصل إليه العراقيين من هذا التأثير، ولكن في عجالة وفي أهم النقاط كيف أثر هذا الغزو على حياة العراقيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله، أما بعد، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام ولضيفكم الكريم الأستاذ حاتم. بالفعل يعني عقدان من الزمن 20 عاما، جيل كامل لا يمكن حصره في لقاء في دقائق، ولا سيما أن الملفات التي تأثر فيها العراق بالملفات التي تأثرت بهذا الاحتلال في العراق هي متعددة ومتنوعة وشاملة لجميع مجالات الحياة، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، وكلها كل النواحي لم يعد هنالك ملفا من ملفات العراقية إلا وتأثرت بهذا الاحتلال، طبعا تأثرا سلبيا، ولا يوجد أي ناحية إيجابية في أي شكل من الأشكال، لا يوجد أبدا أي نقطة بيضاء لهذا الاحتلال ولتداعياته وآثاره. وقد جنى المواطن من هذه الملفات ومن هذه الآثار كل المصائب وكل المآسي، مئات الآلاف من المغيبين في السجون، ملايين المهجرين خارج البلاد، مئات الآلاف من الشهداء، الجرحى، الأيتام، الأرامل، هذا على صعيد الدماء. إذا تحدثنا على صعيد الأموال فالأرقام كما توصف أرقام فلكية، مما نهب من ثروات العراق الماضية والحاضرة بل المستقبلة، يعني البلد الذي ربما الوحيد أو النادر الذي سرقت ثرواته مستقبلا على مدى عدة عقود قادمة. نعم. والملف السياسي والفساد وغير ذلك حقيقة لا يوجد ناحية من النواحي إلا وبصمة الاحتلال السلبية أو السيئة لها أثر واضح على حياة العراقي، لكن يبقى الأمل دائما بالله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم بوعي هذا الشعب الذي يتصاعد وعيه لطرد هذا الاحتلال وآثاره التي لا تزال جاثمة على قلوبهم. نعم. طيب أستاذ حاتم، لو تكلمنا من وجهة نظر أخرى ومن زاوية ثانية، لماذا بدأت الكثير من مراكز البحث الأمريكية والصحفية الغربية بوصف الاحتلال الأمريكي للعراق بالعبثية والكارثية؟ هل هي صحوة ضمير أم هي يعني نوع من الإعلام الذي يمارس اليوم؟ نعم، مساء الخير لك وللأخ الدكتور عبد الحميد العاني ولمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة هذه المراكز نتيجة التداعيات التي جاءت نتيجة هذا الغزو، يعني بدأت هذه المراكز تتكلم عن التداعيات الكارثية التي سببها الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003. هذا الغزو أحدث اختلال كبير جدا في موازين القوى في المنطقة، لكون العراق كان يشكل سد منيع وعقبة كؤود أمام المخططات الأمريكية والفارسية والصهيونية في المنطقة. لذلك نرى بأن هذه التداعيات جاءت بعدة مستويات، مستوى المحلي أو المستوى الداخلي العراقي، وهناك تداعيات على المستوى الإقليمي، يضاف إلى ذلك بأن هناك تداعيات على المستوى الدولي. إذا ما جئنا إلى الوضع العراقي الداخلي، نرى بأن هذا الاحتلال أدى إلى تدمير بنية الدولة العراقية السابقة بجميع مؤسساتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية. يضاف إلى ذلك بأنه أدى إلى تقسيم العراق وإضعافه ونهب موارده وثرواته، وبالتالي العمل على تقسيم البلد. أما على المستوى الإقليمي، إذا جئنا على المستوى الإقليمي، فإن هذا الاحتلال أخرج العراق من موازين القوى
الإقليمية في المنطقة، لكون العراق كان يشكل أحد مرتكزات القوة العربية الصلبة لمواجهة الكيان الصهيوني، وبالتالي إخراج العراق من موازين القوى في المنطقة أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام النفوذ الإيراني وأمام النفوذ الصهيوني. يضاف إلى ذلك على المستوى الدولي الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بمشروع إلى المنطقة. إذن هذه تعتبر مكتسبات للمشروع الأمريكي أو مميزات تضاف إلى المشروع الأمريكي؟ نعم، يعني دخول إيران والصهيونية على أرض العراق وتمكن منها تعتبر من منجزات المشروع أكيد الأمريكي. يعني 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 إيران ما كانت تجرؤ على أنها تتدخل وتحتل 4 عواصم عربية، والعراق كان في 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 موقعه في تلك الفترة. نعم. يضاف إلى ذلك بأن الكثير من دول المنطقة الآن بدأت تبتز من قبل إيران وتدفع إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، بحيث تحول الصراع العربي الإسرائيلي الآن إلى صراع عربي فارسي نتيجة الضغوطات التي تمارس على دول الخليج العربي، رغم عنوانهم الممانعة والمقاومة. نعم. أما على المستوى الدولي فالولايات المتحدة الأمريكية جاءت بمشروع للمنطقة اللي هو مشروع الشرق الأوسط الكبير، جاءت لتقسيم المنطقة، وكانت هناك تهديدات لعدد من الدول العربية. يضاف إلى ذلك هي للسيطرة على منابع النفط في المنطقة، السيطرة على الممرات المائية بشكل كبير جداً، ولكي تنفرد في قيادة العالم، وبالتالي جاء الاحتلال بتداعيات كارثية على المنطقة، لأن تدمير الدولة العراقية أحدث على المستوى الداخلي إشكالات كبيرة جدا، خصوصا وأن القرارات التي تتهالت بعد الاحتلال، مثلا حل الأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق، أدى إلى فوضى أمنية لا زال العراق يدفع ثمنها إلى حد هذه اللحظة. وبالتالي هناك تداعيات كارثية، بحيث أجبرت هذه المراكز نتيجة التداعيات والنتائج الكارثية. لا يمكن أن تسد الشمس بغربال. نعم. طيب دكتور عبد الحميد، على المستوى السياسي لنناقش قضية أخرى، تداعيات الغزو وأثارها على العملية السياسية، من حيث وصفكم في البيان أنه تم استبعاد وأقصاء يعني ممثل كبير من ممثلي الشعب العراقي من خلال العملية السياسية. العملية السياسية اليوم في ظل الاحتلال المستمرة منذ 2003 إلى الآن هي عبارة عن تولد لذات القرار أو لأول قرار اتخذه الحاكم المدني بول كريمر في العراق، والتي هي جاءت منافية لقرار أو لشعارهم بما يسمى بالديمقراطية. فقد تم تعيين ممثلين للشعب العراقي بناء على علاقات سابقة للمخابرات الأمريكية مع عدد من قوى التي تسمى كانت في حينها معارضة. نعم. هذه القوى المعارضة في حينها الذي تم الرضا عنهم من قبل المخابرات الأمريكية تم فرضهم وتعيينهم على رقاب الشعب العراقي، وتم تحديد نسبهم، هؤلاء يمثلون المكون الفلاني وهؤلاء يمثلون نسبة كذا من الشعب العراقي. نعم. يعني محاصصة ومحاصصات وفق نسب وفق المزاج الأمريكي. هذه العملية هي الأساس لكل بلاء نتج بعد ذلك عنه، سواء كان الأمن أو كان الاقتصاد أو كان فقدان الخدمات الأخرى، لأن العملية السياسية هذه المتكررة والمستمرة هي المظلة القانونية لما نتج عنه بعد ذلك من آثار سلبية في جميع الملفات على كل الأصعدة. نعم. التي يعني الخاسر فيها الأكبر هو الشعب العراقي في كل الملفات. لذلك هذا العملية السياسية التي قامت على أساس محاصصة طائفية أولا وليس الكفاءة، ولا يوجد اختيار حقيقي من الشعب العراقي وإنما فرض وتعيين، ثالثا نسب محددة وفق خيالات للحاكم الأمريكي المحتل الأمريكي بالتخادم والتعاون مع المحتل الإيراني وبحسب رضا هذا الطرف وهذا الطرف. طيب. عن نعم. من يسمون في حينها ممثلي المعارضة، فنتج عنها كل الآثار التي نراها إلى الآن مستمرة. هنا دكتور، بعد 20 عاما المكون السني الذي دخل إلى العملية السياسية وارتضى بالنسب التي فرضها المحتل الأمريكي، إلى أي مدى حقق ما كان يطمح له أو يزعم أنه دخل للدفاع عن هذا المكون؟ يعني هو رفع شعارا أو رفع شعارا ظاهرا. نعم. وهنالك شعار خفي يعني يحلم به
أو يريده ويسعى له كل حزب أو كل تيار سياسي. نعم. الأول هو دفاعه عن المكون، هذا المعلن. نعم. فماذا تحقق لهذا المكون؟ طبعا كل المكونات لم تحقق لي من تدعي أنها جاءت تمثلهم، لكن سؤالك عن المكون السني لم يحقق هؤلاء. لما للمكونهم للطيف الواسع من الشعب العراقي ما أرادوه، وهو الدفاع عن حقوقهم وأخذ بعض ما بعض المناصب أو بعض الحقوق التي تليق بهم. من جهة أخرى الحزب ذاته أو الشخصيات التي دخلت هذا المعترك لتبني مجدا لها قد حكم عليها الشعب، خاصة أتكلم عن ممثلي التيار السني في عملية الاحتلال الأولى، في رضاهم عن الاحتلال، بموافقتهم على الاحتلال وبمشاركاتهم في مؤتمرات الاحتلال التي سميت مؤتمرات المعارضة، وبموافقتهم وقد صرحوا بعد ذلك وإن أنكروه في البداية، صرحوا بأنهم شاركوا ووافقوا على الاحتلال. ماذا جنوهم على الصعيد السياسي؟ قد خسروا مكانتهم وفضحوا أمام من يمثلونه وأمام قواعدهم. نعم. فخسروا الدنيا العاجلة وخسروا الدنيا الآجلة كمستقبل سياسي، ولا ريب أن حسابهم أمام الله سبحانه وتعالى شديد. نعم. لأن من رضي بالظلم مشارك للظالم ومقاسم له في كل ما ارتكبه، سواء من دماء أو أموال وبقية الأصعدة المتفرعة عنه. نعم دكتور. طيب أستاذ حاتم، إذا كان الجميع قد أدرك بعد وقت قصير من احتلال العراق، كما تقول صحيفة الجارديان البريطانية أن حرب العراق كانت كارثية على كل المستويات، لماذا واصلت أمريكا مشروعها ولم تعد النظر في هذه الكارثة المستمرة لعقدين؟ نعم، بداية دعني أقول بأن الهدف هو ليس العراق، بل بل المنطقة بأجمعها. يعني فمسألة الأكاذيب التي ساقتها الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت إلى العراق هي معروفة، حتى عندما صرح كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بأن هذه الحرب باطلة وأنها فاقدة للشرعية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد خالفت مواثيق الأمم المتحدة في ذهابها إلى العراق مع بريطانيا. نعم. وبالتالي الولايات المتحدة عندما جاءت إلى المنطقة جاءت بمشروع، اللي هو مشروع الشرق الأوسط الكبير. يضاف إلى ذلك بأنه الولايات المتحدة الأمريكية نفذت أهم الأهداف التي رادها الكيان الصهيوني من منها باحتلال العراق. نعم. وهذا ما صرح به رئيس أركان الجيش الإسرائيلي موشي يعلون عندما قال بأن أمريكا ذهبت إلى العراق لتنفيذ أهم أهداف الكيان الصهيوني في المنطقة، وبالتالي تم إزاحة قوة عسكرية تعتبر من مرتكزات القوة الصلبة والتي كانت تشكل تهديد للكيان الصهيوني في تلك الفترة. يضاف إلى ذلك بأنه التداعيات الكارثية على العراق حقيقة أجبرت الولايات المتحدة على أن تؤخر الكثير من مشروعها في المنطقة، لأنها كانت هناك تهديدات لسوريا. نعم. لأنه قد تواجه نفس المصير الذي واجهتها الدولة العراقية عام 2003. طيب. ولكن انطلاق المقاومة العراقية وتكبيدها قوات الاحتلال خسائر كبيرة جدا أدى إلى تأخير مشروع الاحتلال الذي جاء لتغيير النظام والمجيء بنظام نستطيع أن نقول يلائم ويوائم المصالح الأمريكية الصهيونية في المنطقة. نعم. يضاف إلى ذلك يعني لم يكونوا يتوقعوا هذا الحجم من المقاومة في بداية السنوات الأولى. نعم أكيد، يعني الكثير من القيادات التي جاءت مع الاحتلال على دبابة الأمريكية أفهمت الأمريكان بأنهم سيتلقونهم بالزهور والورود في العراق. صح. ولكن ما أن اشتدت المقاومة العراقية تغيرت الحسابات في العراق بشكل كبير جدا، وأخذت الولايات المتحدة الأمريكية تغوص في المستنقع الذي أجبرتهم المقاومة العراقية على الدخول فيه، مما استنزفهم بشكل كبير جدا، استنزفهم عسكريا واقتصاديا. وبالتالي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح لإيران بالدخول إلى العراق لتدارك الموقف مع المقاومة العراقية، وهذا ما حصل عندما تمت تفجيرات سامراء عام 2006. جاءت إنقاذ. نعم. وبذلك تحول العراق إلى ساحة لتصفية الخلافات الدولية والإقليمية في العراق بدفع من إيران وبدفع من الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير بنية الدولة العراقية. إذن هو ليس مشروع وفشل، ولكنه كان من ضمن المشروع أن يصل العراق إلى ما وصل إليه اليوم. نعم أكيد أكيد. طيب. يعني ما وصل إليه العراق الآن هو مخطط له، والدليل على هذا بأن العراق لم يخرج من المأزق منذ 20 عاما.
نعم هم يستمرون. نعم. طيب دكتور عبد الحميد اليوم أمين عام جامعة العربية السابق عمر موسى يقول أن الاحتلال الأمريكي للعراق مكن إيران من العراق وسلب من العراق هويته العربية. ترى أين كانت الجامعة العربية من هذا الإدراك على تداعيات ومخاطر الغزو الأمريكي في عام 2003؟ للأسف الكثير من المنظمات سواء العربية أو الأممية هي تسير في ركاب المشروع الأمريكي سواء بشكل مباشر أو على استحياء ورضا وخوف منه، ولذلك هؤلاء جميعا وكثير من الأنظمة العربية والإقليمية والعالمية هي قد أيدت هذا المشروع، المشروع السياسي وساندته، وأيدت هذا الاحتلال وكانت بالخندق المقابل لخندق الشعب العراقي الذي كان يريد أن يستعيد حريته ويقاوم هذا الاحتلال، ولم نجد من يقف مع المقاومة العراقية الحقيقية والقوى الوطنية المناهضة للاحتلال والمناهضة لعملية سياسية، لم نجد وقوفا حقيقيا يليق بهذه المنظمات، بل على العكس لم نسمع حسا حقيقيا في تأييدهم إلا بعد أن يتقاعد الشخص ويخرج من منصبه، حينئذ يتحرر من المسؤوليات أو من المطامع الذي كان مؤملا فيها وتغريه تلك المناصب. لذلك نحن نشكر مثل هذه الأصوات، لكننا نقول أنها متأخرة جدا جدا، ومثل هذه التصريحات لا تعفيهم، لا أتكلم عن أشخاص وإنما أتكلم عن منظمات بشكل عام. بالضبط، هذه لا يعفيها من تحمل مسؤوليتها السابقة، ولكننا لا نزال نقول أنه من أراد أن يعتذر عن السابق فلا بد أن يتبع هذا القول بإجراءات عملية لتغيير هذا الواقع السيء الذي وصلنا إليه، وهو الذي تم الموافقة عليه ابتداء بكل الصفحات التي جاء بها الاحتلال الأمريكي. نعم. ومن معه. طيب أستاذ حاتم، في سؤال أخير يعني في دقيقة ونصف إذا سمحت، كيف تورطت وسائل الإعلام الغربية في تضليل الرأي العام العالمي والدولي وتقديم مبررات زائفة طالما انكشف زيفها سريعا بعد الاحتلال؟ نعم، لا شك بأن هناك أكاذيب كثيرة ساقتها الولايات المتحدة الأمريكية عن علاقة العراق بالقاعدة وبالإرهاب، يضاف إلى ذلك بأن العراق لا زال يمتلك من القدرات ما تمكنه من صناعة أسلحة كيميائية ونووية، وبالتالي حاولوا عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق الكذب والافتراء أن يسوقوا مثل هذه الدعايات ضد العراق، خصوصا وأنه أحداث سبتمبر أعطت ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تسوق التهم إلى البلدان كيف تشاء، خاصة العراق، بالإضافة إلى أفغانستان، إلى كوريا الشمالية، إلى إيران. يعني عندما نرى الآن مثلا المحكمة الدولية عندما تضع اسم الرئيس الروسي على قائمة الإرهاب نتيجة ارتكابه لجرائم في أوكرانيا، ولكن لم نرى مثلا المحكمة الدولية قد وضعت اسم جورج بوش أو القوات الأمريكية التي ارتكبت المجازر في العراق وأدت إلى أكثر من 1,000,000 شهيد من العراقيين، وتبين بطلان الحجج والذرائع. نعم، الآن يعني احترافات بول برايمر، من يسمع اليوم، أنا قرأت له مقال جديد مع الشرق الأوسط. نعم. يتكلم بأنه ارتكبنا أخطاء كثيرة، إضافة إلى بعض القادة العسكريين أيضا الذين عملوا في العراق، يقولون بأن ارتكبنا أخطاء كبيرة جدا، ولكن ما قيمة هذه الاعترافات الآن عندما يتكلم مثلا عن حل الجيش العراقي؟ يقول بأنه خطأ كبير جدا، ما كان ينبغي لنا أن نخطأ مثل هذه الأخطاء، أو حل مثلا البعث وغيره من التصرفات الأخرى. إذن نحن نتكلم عن أكاذيب تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية ليس على العراق فقط، وإنما حتى على دول المنطقة بإضفاء الإرهاب على من تشاء. يعني عندما استخدم مثلا بشار الأسد الكيميائي على شعبه وهجر أكثر من 15,000,000، ماذا عملت الولايات المتحدة الأمريكية؟ هن السياسة المزدوجة في التعامل مع الفات حسب المصالح الأمريكية في سوريا مختلف عن التعامل فيها، والمصالح الصهيونية والمصالح الإيرانية في المنطقة. نشكركم الشكر الجزيل ضيفينا الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم. وكذلك نشكر الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.